لك اللاوعي عنده حساسات كفاية تجاه الماضي. يعني إحنا لما خلنا نقول مثلا في سيدة تعرضت لخيانة من رجل، ما يحتاج تقولي لها دبي. صدق صدق، يعني أصلا هي تقريبا يعني هي راح تزعجنا في موضوع الخيانة، راح تزعجنا، راح يعني تسوي لنا يعني عاصفة على موضوع الخيانة، راح تزعجنا، راح تصير هذه قضيتها الرئيسية، راح تتطرف. ما حد يلومها طبعا، بس أقول لك ما يحتاج أحد يقول لها انتبهي الموضوع الخيانة، انتبهي يعني لا يتكرر الموضوع، انتبهي القصة شلون، خليك انتبه، خليك مفتحة، ما يحتاج. هي راس تفتح العيون، هي منتبهة مركزة، يعني التجربة خلتها تتطرف، التجربة خلتها تروح لهذا الطرف. فنفس الشيء أنت إذا كنت في مرحلة الشجاعة، والشجاعة تعبتي منها، تأذيتي منها، عرفتي كيف الشعور حقها، في الغالب أنت خلاص ما أبغى أرجع لذاك المكان أصلا. فعندك حساسات، وكثير من الأشخاص في لحظات يقول أنا ليش قاعد أرجع للهوية القديمة؟ يعني عندنا انتباه كثير للهوية القديمة، نعرف نقول لا ليش أنا تصرفت كذا، لا ليش أنا فكرت كذا، أوه ماي جاد، هذه هويتي قبل سنتين، ليش أنا سويت كذا. فراح تلقط نفسك أنك أنت سويت الهوية القديمة، لأنك أنت خلاص خدت موقف، عرفت أنه هذيك ما تشتغل، ما تخدم. ففي نفس الوقت لا تكوني قاسية على نفسك، مرات في أشياء تطلع عشان هي رسالة بحد ذاتها تذكرك في الطريق، تنبهك على طريقة الحياة الجديدة والهوية الجديدة.